6 ملايين شخص على قائمة الانتظار لشراء هاتف هواوي الجديد ثلاثي تايم ميت إكس تي ألتيميت. يأتي الهاتف بتصميم مبتكر وفاخر يجعله الأنحف عند فتحه بسمك 3.6 ملم. تصميمه الفريد يسمح بتحويل الشاشة إلى 3 أحجام مختلفة. عند فتحه بالكامل نحصل على شاشة كبيرة بمقاس 10.2 بوصات، ما يحوله إلى جهاز لوحي. وبطي الجزء الأيسر من الشاشة إلى الوراء يتقلص الحجم إلى 7.9 بوصات، وبطي الجزء الأيمن ينخفض حجم الشاشة إلى 6.4 بوصات. يزن الجهاز 298 جراماً وهو مزود ب3 كاميرات خلفية قوية وبطارية ضخمة بسعة 5600 ملي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط. كما قدمت هواوي لوحة مفاتيح خفيفة ونحيفة قابلة للطي مصممة خصيصاً لهذا الهاتف يمكن وضعها في الجيب. ويتراوح سعر الهاتف ما بين 2800 دولار و 3400 دولار تبعاً للسعة التخزينية والتي تصل إلى 1 تيرابايت.